من هاشتاغ سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا إلى هاشتاغ الملك يعود إلى أرض الوطن، زيارة العاهل السعودي إلى موسكو وما أسفرت عنه من سيطرت على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. الزيارة كانت الأولى من نوعها لعاهل سعودي في تاريخ المملكة، وقد شملت صفقات عدة وتغيرا واضحا في روح العلاقات بين البلدين. هاشتاغ الملك يعود إلى أرض الوطن كان الأكثر تداولا في السعودية حول زيارة الملك سلمان إلى السعودية. هذه عينة من التغريدات التي رصدناها. مبارك العاتي يقول سيؤرخ بهذه الزيارة لما لها من نتائج عظيمة على البلدين الصديقين. أما سعود الرئيس فيقول الزيارة أكد ثقل المملكة وأهميتها وعظمتها. 4 أيام من اللقاءات والزيارات للملك السعودي في موسكو لم تركز فقط على الأزمات الإقليمية، وإنما كانت للصفقات الاقتصادية والعسكرية نصيبا كبير منها. لنرى أبرز هذه الاتفاقيات التي أبرمت. إذن صفقات بالمليارات. قد يرى بعض المراقبين أن هذه الصفقات ربما تؤشر عن ابتعاد الرياض عن حليفها التقليدي واشنطن، لكن الصفقات الجديدة مع موسكو لا تقارن بالصفقات الأخيرة للمملكة مع زيارة ترامب إلى الرياض في مايو العام الماضي. هذه الصور لترامب والعاهل السعودي أثناء زيارته إلى الرياض. هذه الزيارة تمخضت عن إبرام صفقات متعددة، اتفاقيات سلاح ودا، كانت تقدر هذه الاتفاقيات ب 400 مليار دولار على مدى 10 سنوات قادمة. هذه الصور لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد التي اتفقت الولايات المتحدة على توريدها للسعودية في صفقة جديدة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى روسيا. أضف إلى ذلك سلسلة اتفاقيات أخرى أيضا تتعلق بالتجارة وأيضا بالتجارة والاقتصاد. زيارة الملك سلمان لم تقتصر على السياسة والاقتصاد. هذه صورة لأحد عروض الباليه للفرقة الشهيرة البولشوي. هؤلاء ربما نراهم في العام القادم، أقول ربما، في السعودية ضمن اتفاقية لمذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين البلدين. بموجبها قال وزير الخارجية الروسي أن التعاون قد يشمل مجالات فنية لأوركسترا مسرحي بارينسكي للأوبرا من مدينة سان بطرسبورغ وفرقة مسرح البولشوي للباليه وعدد من الفرق الروسية في الموسم الفني لعام 2018.